للحديث أكثر عن التلوث البيئي في العراق والذي تسبب في تفشي مرض السرطان بين العراقيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا بك سيد إياد. بداية، وزارة البيئة الحالية لخصت التحديات التي تقف أمامها للحد من زيادة معدلات التلوث في العراق في التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. السؤال هنا، هل ترى أن الوزارة وضعت يدها على أسباب الأزمة؟ أم أن هناك عوامل أخرى أغفلتها الوزارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. تحياتي لك ولمشاهدي القناة. بداية، علينا أن نعلم أن وزارة البيئة يعني ليس هي التي تتحمل فقط ما آلت إليه الأوضاع الصحية والبيئية في مدينة البصرة في جنوب وسط العراق وباقي المحافظات، ولكن هناك أيضا وزارة الصحة ووزارة النفط. نعم. ومع ذلك أنا أرى أنه أن وزارة البيئة قد أغفلت الكثير من الملاحظات أو نعم. البيانات الميدانية. يعني نحن نرى أنه هي لم تتكلم عن نفايا المواد الخطرة والمشعة نعم. من مخلفات المعامل الصناعية مثل معمل الحديد والصلب في البصرة، وكذلك أيضا ابتعدت عن ما أحدثه الغزو الأمريكي للعراق في 9 نيسان 2003 وبقايا الأسلحة والمعدات العسكرية التي تركت في منطقة البصرة أو في ضواحيها، والتدمير اللي شامل الذي أحدثته الصواريخ الأمريكية وفي ضرب وبعض المنشآت الصحية المنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء. ولا يخفى علينا ما فعله أيضا الغزو الأمريكي أيضا في استخدام أسلحة اليورانيوم المخصب الذي أصاب كثير من أبناء العراق وكذلك المناطق الزراعية والنخيل. كلها هذه عوامل سببت في زيادة نسبة التلوث، إضافة إلى النقطة مهمة كانت هي نسبة التلوث البيئي الذي شهدته أيضا عدم وجود الرقابة الإدارية والرقابة الصحية والبيئية لما تقوم به بعض المستشفيات الأهلية التي لا تمتلك محطات بيولوجية للتخلص من مياه الصرف الصحي. فأين يتم التخلص منها؟ في رميها في الأنهار الداخلية. في من سيتأذى؟ من سيصاب بذلك؟ سيكون المواطن هو أمام هذه المشكلة. وأغلب هذه سيد إياد، يعني في استرسالك بالإجابة، لكن وزارة البيئة نفسها أكدت في تقرير سابق لها أن العراق يحتل مراتب متقدمة في الانبعاثات الضارة، وهو ناتج بالضرورة من حرق الغاز في حقول النفط. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن الربط بين حرق الغاز والأمراض السرطانية المنتشرة في المحافظات الجنوبية على سبيل المثال؟ يعني في هذا الموضوع، هو موضوع صحيح يعني يتعلق بجانب علمي كما قلت، لديها تتحمل كثير من عدم وجود آليات وبرامج لمعالجة هذه الحالة التي هي يعني مستديمة، وهي موضوع حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق. يعني هذا أحد الأسباب الرئيسية لتلوث المناخ في العراق، وبالتالي يشكل خطر على ماذا؟ على صحة الأشخاص والمواطنين الذين يعيشون قريبا من هذه المناطق وحتى على مراكز المحافظات. فتكون الحقول الغاز المنبعثة لهذه الغازات تكون سببا في أمراض الرئة والسرطان والجلد. والعراق يعتبر طبعا من أكثر الدول ممارسة لهذه العملية في العراق وفي العالم وتحديدا في منطقة البصرة. يعني يوميا، يعني لو أتينا، يشكل العراق الآن المرتبة الثانية بعد روسيا في عملية حرق الغاز والانبعاث المكافئ لثاني أكسيد الكربون. يعني احنا خلينا نعلم أن يعني العراق سنويا 17 مليار متر مكعب يحرق العراق هكذا من الغاز، ويذهب هذا الغاز دون الاستفادة منه في عملية توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق. يعني لو العراق الآن استطاع أن يوجد يعني برامج صح، البرامج علمية، ويستطيع أن يؤدي إلى قيام بإنتاج بمعالجة هذه الظاهرة التي تتعلق بالطاقة في العراق، لكان باستطاعته أن ينتج يوميا 3500 ميجا وات تكفي لمعالجة حالة الأزمة الكهربائية. وهذا القرار وهذا الرأي رأي علمي صادر من شركة شيل النفطية. نعم، دعنا نذهب الآن إلى سؤال آخر سيد إياد. يعني ما الموانع التي تقف أمام الاستفادة من هذا الغاز من ناحية، وتقليل الأضرار من ناحية أخرى، ومن ثم وقف استيراد الغاز من إيران؟ يعني نحن نعلم جيدا أن هناك عوامل سياسية، وهذه العوامل السياسية هي لعدم اتفاق
وتتحمله كثير من اللجان الصحية والبيئية وفي مجلس النواب وكذلك لجان الطاقة. هذا الموضوع لم يناقش طيلة فترة أكثر من عقدين من الزمن، كان يفترض أن تكون هناك آليات لمعالجة هذا الموضوع، ولكن نعلم النفوذ الإيراني والتمدد الإيراني ونعلم الأدوات التي تستخدم من قبل النظام الإيراني لمنع أي مشروع نهضوي في العراق أو بناء واستعادة الطاقة شبكات محطات الكهرباء لعملها بالشكل الصحيح أو إيجاد آليات إلى لاستخدام الغاز لكي تستمر عملية استيراد الغاز من إيران التي تستفاد من 4.5 إلى 5 مليار دولار سنويا نتيجة استيراد الغاز من إيران. الموضوع يتعلق بجانب سيدي دعنا لكسب الوقت نذهب إلى السؤال الأخير الآن، يعني هذه الانبعاثات الضارة تسببت بتفشي مرض السرطان كما تعلم بين الكثير من العراقيين. السؤال هنا، لماذا تخفي الحكومة الأعداد الحقيقية للمرضى برأيك؟ هذا العدد يعني عندما تخفي الحكومة هذا إنما هو يعني إخفاء لعملية فشل في إدارة الملف الصحي في العراق، حالة وحالة الفساد الإداري الذي تتصف به الحكومة، جميع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لم تستطع أن توجد أي آلية لكيفية معالجة صرف معالجة الوضع الصحي، رغم أنه أكثر من مليار دولار صرف على هذا الحقل الصحي بعدم إكاد. يعني نحن عندما نتكلم عن البصرة خلي نعلم أن البصرة رغم أنه هي 3 مليون وأكثر من نسمة لا يوجد فيها غير مركز واحد للأورام الصلاة، في حين هناك يعني 400 سرير، في حين ان هذا المركز يستقبل يوميا من 120 الى 150 اصابه، يعني المعدل السنوي للاصابات اللي اكثر من 2500 من مجموع 25000 اصابه في العراق، فلنرى حجم التاثير البيئي الموجود داخل البصرة مع وجود أكثر من 26 موقع ملوث موجود ومؤشر في منطقة الدرهمية والهوير والرميلة وأبو الخطيب هذه والقرنة، هذه كلها لم تستطع وزارة الصحة أو الحكومة العراقية بالتعاون مع جميع الوزارات، الجميع تحمل هذه المسؤولية وحماية المواطن هي تتحملها ونتحمل نتائج عدم وجود برامج إلى وتنمية اجتماعية شاملة لمعالجة هذه الحالة. الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.